انت عامله ايه؟ بيض بالعجوه. في ايه يا بيا؟ حاجه بتوجعك؟ حرام عليك حرام عليك يا نانيس، انت عارفه انا بعشقه قد ايه؟ ازاي تخبي عليا حاجه زي كده؟ سندوتشين بسرعه احطهم في اللانش بوكس عشان اخدهم واهرب قبل كبير بيجي بسرعه. ربيع افتح يا ربيع، انا خبر زين انك جوه. لا انا مش جوه ولا انا بره، افتح يا متخلف. يا نهار اسود الكبير حضي. الكبير حضي؟ طب هنصيف ازاي؟ حضي يا اللي بتخبط. استنى عندك، انت ازاي تدخل عليا من غير ما اغطي شعري؟ انت اللي فاتحه الباب. بجد؟ امال انت هتتبلي عليا ولا ايه؟ فين المحروس جوزك؟ انا ما اعرفش عنه حاجه، ما شفتوش من امبارح. والله طيب زين، انا هخلي الرجاله تخش تدور عليه. دور عليه. امرك يا كبير. فتش البيت. الله تعالى يعملك كده. اظن انت خابره زين ان اللي بيكذب بيروح الناي. يروح ايه؟ الناي. ما تقولي الجحيم، انت بتصعبيها على روحك ليه؟ اللي بيكذب ايه ده؟ ايه ده؟ ده ماما نويل ولا مرات كنتاكي دي ولا ايه؟ الخلقه دي مش غريبه علي. انت بتروحي نجا سنتر؟ لا. ولا سان وينجز؟ لا 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 لا، عارف بريوني سنتر اللي في اخر فيصل؟ ايوه خبر زين. انا كنت بروح على طول، مش كانوا بيقولوا اختي البريونيه؟ ايوه انا اختك البريونيه، بجيب كل لبس المحجبات والحشمه اللي انت شايفه دوت من هناك. اللهم صل على النبي. عليه الصلاه والسلام. طيب ما تعرفهاش بالاسم؟ ربيعه. ربيعه؟ يا ربيعه، اخت ربيع. هو اخت ربيع؟ يعني ربيع هيبقى اخت اسمها ايه؟ احلام ربيع. ايه العيله المخربطه دي؟ امبارح قابل واحد اسمه التمرجي ربيع. اخونا. النهارده ربيعه، والسنه اللي فاتت واحد اسمه خريف. الله يرحمه حبيبي. واه مات. توفى من شهر كده ومعيش ولا اي حاجه. مرة واحدة صفر ووقع خريف بقى. دي موتة منطقية. سبحان الله، كان الواحد حقيقي بيكون نصيب من اسمه. أيوه. بس ربيع ولا قال لي ولا حاجة، كنا قمنا بالواجب. أصله الله يرحمه حبيبي ما كانش قريب مننا قوي، لأنه ما كانش أخونا من الأب. أخوكم من الأم. ولا الأم. من أخوكم ليه؟ من الأخت. من أخت؟ كان أخونا من الأخت. أخوكم من الأخت كيف؟ مامته الله يرحمها كان اسمها الاخت، كنا نقعد نقول لها يا اخت ناولينا الحاجه اللي عندك ديت، يا اخت اطلعي عشان تلمي الغسيل، يا اخت يا اخت اخت. ايه العيله اللي فايت فيها قطر دي؟ واه كانوا مستخبين فين كل دول؟ وفي دهليز هنا ولا ايه؟ انتوا يأجوج ومأجوج؟ ولا مستخبين ولا حاجه، انت ما بتجيش. يدك. ما جيناش حد يا خبير. ازاي؟ طب ولو قمت وجبتهولك؟ واه يعني هو جوه؟ لا ده انا بتكلم على الريموت. كيف كيف ده انا سامع بودني دي؟ معلش بقول لك ايه، هملي غفيرين عشان اول ما ياتي يعكشوه. امرك يا كبير. يعني ايه الكلام ده؟ لا مؤاخذه في الكلمه، على راي المثل اقعد عوج واتكلم عدل. يعني ايه تسيب اتنين رجاله مع اتنين ستات في بيت مقفول؟ عندك حق، كانك لبستيني توب العين. معلش معلش، يعني طلعت مني من غير قصد. معلش. عموما هاخدكم رهائن. لا ما ينفعش تاخدنا خالص، اصل انا سايبه جوزي وعيالي لغايه دلوقتي من غير غدا، لازم اروح لهم الشرقيه عشان اغديهم. انت متجوزه وحدك عيال؟ ده نفسه حلو قوي.